منطقة السنك من المناطق التجارية المهمة، وأكثر المخالفات شائعة هي شنو؟ مخالف. السلام عليكم، شلونك علي؟ سباب السيارة ظل مستريح؟ ها لا مستريح. المركبات الأكثر المخالفات شائعة. إيه. بالمرتبة الأولى حزام الأمان. نعم. والمرتبة الثانية الحمل العالي. عاشت ايدك. الحمل العالي. الحمل العالي. شنو مخالفتك؟ الحمل العالي. بعد. بس تو نزعت الحزام. لا انزل. اي والله. زين، اجازتك سنويتك؟ الحمل العالي مشكلة ترى. صح؟ والله على باب الله، على عيني وعلى راسي، على عيني وعلى راسي. لكن لا سامح الله من يصير اي مشكله. زين، هو شر البليه ما يضحك، اللي بصفك يضحكون. اللي بصفك يعني ما ادري مش شايفين بيك. هم اللي حملوني. هم؟ ايه. هاي وين لحطها انا اليوم؟ ما تقولني اليوم. زين ليش تضحك؟ يلا، اوكي ننتظر نوبه الضحك عنده هسه حاليا. شلون؟ شنو مشكلتك؟ لا ما نمشيك. سؤالنا مخالفة الحمل احد المخالفات اللي تأثر على الشخص وعلى الآخرين، لا سامح الله يوقع الحمل العالم. صح؟ نصيحتك لنفسك. لا حد يحمل عالم عادي. ما علينا بالعالم، نصيحتك هو لي نفس الشيء. قول انا ما احمل. ما احمل بعد. احنا عندنا مشكلة. زين اوكي. لا كافي. يلا عوفه عوفه، عوفه نوبة ضحك عوفه. هذا عليك. انزل. اسواني خلاني وياه اضحك. انا اتمنى لك كل صحة والسلام. ربي يحفظك. لا يفيد بشوشة، المرور بعد احنا. انا اتمنى لك كل الصحة والسلامة. نصيحتك لنفسك، خلي نقول أخير مرة نصيحة إلى أخواننا من سائق مركبة مخالف فيما يخص الحمل الزائد. لا حد يحمل عالي، وأنا بالخصوص ما أحمل عالي. يعني أوكي، إيش قد غرامتها؟ ما أعرف. ما تعرف؟ إيش قد؟ غرامتها 100. غرامتها؟ 15. رحم الله والديك، هذا بيت القصيد، دربك 15 لكن الغرامة تحملها ضمن ال سيدي يعني إذا مو هيك ما حد ما يحملها، وما نشتغل. على عيني وعلى والله راسي. والله العظيم. اوكي. انا ما مجبور اتعب واحمل احبال واذيه. صحيح. طويله محجر واطلع. صحيح. صحيح. بس ما حد ما حد يشغلك. على عيني وعلى راسي، لكن من تعرض نفسك للمخالفه، اعتقد حتى صاحب الحمل ما له علاقه، انت على باب الله. مو انا احمل، غيري يحمله. غيرك غيرك هم راح نخالفه. والله على انا اتمنى لك الصحه والسلامه. اصعد السياره. الله يسلمك. وارتدي لي حزام الامان.